يلتقي بعد قليل المنتخب الوطني المصري نظيره الكاميروني في نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الانتصار والفوز بالكأس السمراء للمرة الثامنة في تاريخه تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر، كما تعهد لاعب المنتخب على تحقيق الانتصار وإسعاد الشعب المصري، فيما أجرت كاميرا المصري اليوم استطلاعا لتوقعات المباراة للزميل عمر ساهر ومحمد البدوي. بخصوص ماتش مصر والكاميرون، ان شاء الله مصر عندها القدرات والامكانيات والمواهب العاليه ببركه المصريين ودعائهم ان شاء الله جميعا، وقلوبنا معاهم في الملعب وقلوبنا معاهم قبل المباراه وبعد المباراه. ان شاء الله باذن الله مصر هتدي بصمه جميله جدا هذا العام، هتفوز ان شاء الله وهنوصل كاس العالم برضه. اعتقد يعني ان هو بطلوع الروح ان احنا نكسب 2-1 بعد كل المحاولات، وان هو كالعاده يعني ان الفريق بتاعنا يعني هيجيب جاز من ثاني ماتش، وان هيجيب الاهداف بتاعتنا ممكن يكون محمد صلاح لمصر، ممكن يكون كمان عبد الله سعيد رغم ان ما اتفائلش بيه بس يمكن يعملها النهارده. الماتش النهارده هيكون قوي وحساس للفريقين، واي نتيجه احنا نقبلها بس اللعيبه يقدموا عليهم. متوقع ان هو هيبقى زي الماتش اللي فات واللي قبل منه، هيتضغط علينا بس هتيجي في الاخر نخطف الكوره هنجيب جون، هيخلص 1-0 ان شاء الله بالكثير قوي يعني 2-0 ممكن لينا في الدقيقه 90 ندخل الجون الثاني ولا حاجه. هو بامانه الماتش صعب، احنا ممكن نتعادل بعد كده نكسب ضربات الجزاء، الحظ يسود ضربات الجزاء زي الماتش اللي فات، وممكن صلاح نتعادل صلاح اللي يجيب الجون ويخش فينا جون في اخر الدقائق. ان شاء الله مصر والكاميرون باذن الله انا بتبشر خير ان مصر هتكسب 1-0 وهيقفلوا على كده باذن الله، وهيتمكنوا مش هيمكنوا الكاميرون مننا.